احد العناصر او احد الوافدين الجدد لنادي الفيحاء واللي قدم مستوى جيد في مباراه اليوم. كابتن رامي تفضل. نقول لك يعطيك العافيه. خساره اولى يمكن احنا طلبناك رامي المستوى الجيد اللي قدمته اليوم، لكن نقول لك خساره وهارد لك، يعني يمكن الظروف صعبه الان للفيحاء. السلام عليكم قبل كل شيء. والله الحمد لله معنا نتيجه قاسيه شوي علينا، ما ان شاء الله معنا عندنا برشا اصلاحات لازم نقوموا بهم، ما عندنا حتى خيار الا العمل، والعمل زاده، وان شاء الله نداركوا الخساره هذه في الماتشات القادمه في المباريات القادمه. ليش خسرتوا في مواجهه اليوم كابتن؟ نقدر نقول ما في تطبيق على ارضيه الملعب، امور فنيه، وايش الاسباب؟ ممكن بدايه المباريات ما خذيناهاش كما يلزم، قبلنا اللعب، والهدف الاول معناه هو اللي لخبط شوية الأمور معناها. كما قلت لك إن شاء الله نداركوا الخسارة هذه في أقرب وقت إن شاء الله، ما عندنا حتى خيار آخر إلا العمل الوكا. تحتاج عمل أكثر، تحتاج في الفريق، ممكن أنت لسه وافد جديد، لكن أنت شايف وضعية الفيحة يعني. صح، جو داخل بين الأولاد وداخل اللعيبة ممتاز حقيقة. لازمنا كما قلت لك ثم أخطاء لازمنا نصلحوها ونحافظ على اللحمه بتاعنا، اهم حاجه معنا. شفنا اليوم اخطاء كابتن رامي في 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 المنطقه الدفاعيه، تحديدا في الاظهره، شفنا تقدم كثير في اظهره الفريق اليوم، يمكن احد عناصر هدفين عن طريق الاظهره ما كان في احد. صحيح، ممكن نادي الشباب استغل فرصه الاظهره بتاعنا، كما قلت لك معناها الهدف الاول هو اللي خلينا نبعث لنا الامور شويه، خلينا حبينا نرجع في المباراه في اقرب وقت، دخلنا في الهجوم بالاظهره بتاعنا، خلينا مساحات في الأظهرة، نادي الشباب استغل الفرصة ذي، وإن شاء الله معناها كما قلت لك إن من البداية نصلح الأمور إن شاء الله. ظهور أول ظهور جيد جدا لكرام. والله الحمد لله، بس مش كافي مع الخسارة، يعني مش راضي. إن شاء الله الماتشات المباريات الجاية إن شاء الله خير. شكرا كابتن. شكرا. نشكر.